السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير. عدم الشعور بالامان او الانسكيورتي من المشاعر اللي ممكن يحس بيها الانسان بتخلق عنده حاله كده من عدم التوازن، سواء بالنسبه لجسمه وشعوره دايما بالتعب والارهاق، وان دايما جسمه تعبان ودايما بيجيله امراض بسرعه، معرض ان هو يجيله اي تعب بسهوله جدا. وده نتيجه كمان لان الشعور ده مش بس بيأثر على الجسم، كمان بيأثر على العقل، ان الانسان يبقى دايما في حاله توتر وغضب وقلق كده باستمرار، وده طبعا اللي بيأثر على اغلب قراراته او كل قراراته تقريبا. ده كمان بيكون نتيجه للقلق، وان الانسان حاسس دايما بالخطر، حاسس دايما بعدم الامان، وفي حاله توتر وقلق باستمرار، فده كله بيأثر على عقل الانسان وجسمه. نتيجه لكل الكلام ده، الانسان دايما بتلاقيه بيبحث عن اي حاجه تحسسه بالامان، سواء الحاجه دي غلط او الحاجه دي صح. ونتيجة ان هو اصلا في حالة عدم التوازن، فغالبا الحاجة اللي بيختارها بتكون حاجة غلط. طبعا زي اي مشاعر في الدنيا بتختلف قوتها او بتختلف مدى ظهورها على الشخص على حسب قوة الظروف اللي هو مر بيها في حياته، نتجت او خلته يبقى يحس دايما بالشعور ده. كل ده بيخلق عنده حالة من عدم الثقة بالنفس تماما. بالعكس، يعني هي مش هنقول كمان ان هي قلة الثقة بالنفس، هو تدني في الثقة بالنفس، غير الشعور دايما بالاحتياج وبالحرمان العاطفي، مش شرط لشريك حياة او لشخص مثلا يحبه، ممكن يكون احتياج لاي شخص في حياته يعوض الفراغ الداخلي اللي موجود عنده. وطبعا بما انك محتاج الشخص ده، فده هيعرضك بنسبة كبيرة للاستغلال. فكرة ان الشخص ده لو هو مثلا مش كويس، هيبدأ ان هو يستغل نقطة احتياجك اللي موجودة فيك، ويبدأ يعني يطلب منك اي حاجة هو عايزها، وانت لان انت محتاج الحاجة دي منه او محتاج الشعور ده منه، فهتبدأ تتنازل عن حاجات كتير، هتبدأ تتنازل ممكن عن كرامتك، ممكن انك تضحي بوقتك بمجهودك بحاجات كتير جدا علشان خاطر ترضي الشخص ده، عشان يستمر في تقديمه ليك للمشاعر اللي انت محتاجها، او يسد الفراغ اللي موجود في حياتك. كمان الشخصية دي بيبقى عندها حالة دايما من التوتر والغضب المستمر، وطول الوقت عايز لما يجي يعمل حاجة يطلع حاجة بيرفكت ما فيهاش اي غلطة، لانه دايما بيخاف من النقد. فحتى لو حصل اي غلط في الحاجه اللي هو بيعملها، هتلاقيه دايما بيحمل نفسه المسؤوليه، بيرمي المسؤوليه كلها عليه، او يا اما بيرميها على حد تاني كليا وكانه هو ما عملش اي حاجه خالص. هتلاقيه كمان على عكس تماما من ان هو طول الوقت بيحاول يدي الاشخاص اللي هو محتاج منهم عاطفه، بيديهم اهتمام، بيديهم احترام، بيبقى دايما طول الوقت عامل حسابهم في كل حاجه، على العكس تماما من الاشخاص اللي هو يعرف يجي عليهم، بتلاقيه بيأهملهم تماما ودايما بيعملهم بجفاء، وطول الوقت بيحاول يخرجهم بره حياته او بيبين لهم الجانب القاسي من شخصيته. وده لانه بالرغم من احتياجه الكبير جدا للعاطفه، او احتياجه الكبير جدا للامان، او شعوره بالامان في حياته، فهتلاقيه بيظهر دايما عكس ده تماما. هتلاقيه طول الوقت بيحاول يبين ان هو جامد جدا، وان هو مش محتاج حد، وان هو ممكن يتعامل لوحده في اي حاجه، لكن ده هتلاقيه بيعمله مع الاشخاص اللي هو ما بيحسش ناحيتهم بالامان، او طول الوقت بيحسسوه ان هو مشاعره دي تافهه، او انهم يقللوا من مشاعره، فهتلاقيه طول الوقت بيحاول يظهر بصوره عكس اللي هو عليها تماما، على اعتبار مثلا ان هو كده بيحمي نفسه من ان هم يستضعفوه او يستغلوه او كل الكلام ده. لكن على الجانب التاني هتلاقيه طيب وحنين، وعنده عطاء كبير جدا للاشخاص اللي بيحتووا المشاعر اللي هو مفتقدها. هنا بقى زي ما مهم انك تعرف او تكون واعي كويس قوي لمشاعرك او لشخصيتك او للطريقه اللي انت بتتعامل بيها، مهم جدا جدا هنا ان الانسان يعرف ازاي يدير او يتعامل مع مشاعر الحرمان، ايا كان المشاعر دي تخص مثلا التعلق بشخص او بشيء معين. اداره الحرمان هنا مش معناه انك تكبته او تخبيه او تحاول تظهر انك اقوى من شخصيتك الحقيقيه، لكن الفكره هنا انك تعرف ازاي تتعامل معاه، لان اوقات كتير الانسان لما بيعتمد على فكره انه يخبي مشاعره ويظهر عكس اللي جواه، المشاعر دي كلها بيلاقيها بتظهر له في اضعف وقت هو فيه، وطبعا لان الشخص هنا في الحاله دي ضعيف، فهو مش هيعرف يقاوم او مش هيعرف يتغلب على المشاعر دي، وهيلاقي ان هي بتظهر اقوى كمان من الاول، فيبتدي طبعا في الاوقات دي ياخد قرارات غلط، يتصرف تصرفات غلط، لان هو طبعا مش قادر يسيطر على نفسه. طيب هنا ازاي الانسان يعرف يدير المشاعر دي وما يخليهاش تاثر بقى على قراراته وعلى حياته وعلى الاسلوب اللي هو بيعيش بيه وكل الكلام ده؟ اهم حاجه انك تعرف ان الحياه مش دايما سهله، وارد جدا زي ما بتقابلك حاجات تفرحك وحاجات سعيده جدا، وارد جدا تقابلك حاجات تنكد عليك او تضايقك، او يحصل تغيرات كده في حياتك تخلي الحياه مش على وضعها الطبيعي. وطبعا مش معنى كده انك تكتئب وتدخل بقى في مود حزين والجو ده، لكن الفكره انك تتوقع ان ممكن حاجه كده تيجي تغير لك نمط حياتك، او تخلي الحياه ما تمشيش في رتمها اللي انت متعود عليه، فتعمل حساب حاجه زي كده، تبدا تتعامل في الموقف ده بتصالح مع نفسك، ان الموقف ده حصل معايا وعادي انه يحصل، زي ما في حاجات كويسه في حياتي كمان وارد انه يحصل حاجات شبه كده في حياتي، والاهم من ان انا اتضايق ان انا اعرف اتعامل معاه واخرج بره الموقف ده باسرع طريقه ممكنه، او باقلل الخسائر الممكنه.
في موقف زي ده انت مش هترفض فكره ان الحاجه دي حصلت، بالعكس انت هتقول لنفسك ان الحاجه دي حصلت، يعني هي الحاجه دي موجوده فعلا في حياتي، وارد ان هي تحصل، مفيش مشكله ان هي تحصل، لكن ازاي بقى هتعامل معاها وازاي هحاول اهدى عشان اعرف افكر كويس، عشان اعرف اخرج نفسي بره الموقف ده، بدل ما افضل يعني ايه اخلي الموضوع يزداد سوء اكتر. تشوف ايه اللي انت مقصر فيه بقالك فتره طويله وتبدا تعمله، مقصر مثلا في علاقتك بربنا فتبدا تحاول تصلح علاقتك بربنا اكتر، مقصر مثلا مع نفسك بقالك فتره، مقصر في حاجات انت كنت بتحبها او بتعملها وبطلت تعملها، لما تبدا تهتم بنفسك اكتر وتهتم بالحاجه اللي بتخليك في حاله كويسه، بالطريقه دي انت هتهدى. يعني الموقف نفسه مش هيتحل، لكن انت هتهدى. لما انت تهدى هتبدا تعرف توجد حلول للموقف اللي جد عليه، او حتى لو الموضوع حاليا في الوقت الحالي مثلا ملوش حل او مفيش حاجه في ايدك انت تقدر تعملها تحله، ممكن تحاول تاقلم نفسك انك تتعايش معايا لفتره، يعني الموضوع ده مثلا موجود معايا مطول معايا شويه، لكن انا هتعايش معاه لحد ما اوصل في النهايه لنقطه حل. تاني فكره هنا انك ما تتوقعش الكمال في كل حاجه. تخيل كده لو انت عندك احسن بيت، احسن عربيه، احسن زوجه، احسن شغل، احسن ولاد، احسن صحاب، احسن كل حاجه في الحياه، يعني ايه اللي هيحفزك انك تكمل، او ايه اللي هيحفزك انك تعمل حاجه تانية؟ ما انا عندي كل حاجه حلوه، يعني انا مفيش حاجه في حياتي ناقصاني، مفيش حاجه وحشه، مفيش حاجه انا محتاجه اعدلها، هعمل ايه تاني بعد كده؟ لو فكرت في الفكره دي هتلاقي ان عقلك بيهديك في النهايه، لان طبيعي جدا ان الانسان يبقى عنده حاجات حلوه جدا وعنده حاجات تانيه مضايقاه، او عنده حاجات تانيه ناقصه في حياته او محتاج يكملها، فبالتالي هو عنده حافز انه يكمل عشان يوصل لحاجه كويسه بالنسبه للحاجه دي. ففكره ان الحاجه مثلا ما تكونش كامله في حياتك دي حاجه طبيعيه جدا وحاجه موجوده عند كل الناس، وهو ده يعتبر الحافز اللي موجود في حياتنا. ناس كتير جدا انتحرت لان هي عندها كل حاجه فعليا ومش عارفه هي هتعيش تعمل ايه تاني، يعني طبعا ده تفكير مش صحي تماما، لكن في الوقت ده عقلهم هداهم لكده. تالت حاجه لازم تفكر فيها، هو انا ليه خايف قوي كده من الانتقاد؟ يعني احنا كنا لسه بنقول ان الانسان مش كامل، مفيش انسان كامل، فانت ازاي هتتعب اعصابك وتضغط نفسك وتعمل كل الكلام ده عشان خاطر راي شخص مش كامل؟ طب هو اصلا لو هيعرف يكمل حياته ما كان راح كملها، مركز معاك انت ليه؟ فالفكره هنا ان طالما انا مش كامل وغيري مش كامل وغيري مش كامل، فكل واحد يعمل الحاجه المناسبه ليه. ممكن الحاجه تكون جميله جدا لكن مش مناسباك، ففكرة ان انا بعمل حاجة اللي تناسبني في الوقت اللي انا فيه، بتكيف مع وضع معين في وقت انا فيه، يعني انا اللي فيه، انا اللي حاسس بالوضع ده وانا اللي حاسس بالظروف دي، غالبا انت بتكون انسب شخص يعرف ازاي يتأقلم مع الظروف دي. فاهتمامك مثلا بان الشخص ده بيقولك كذا والشخص ده بيقولك كذا والشخص ده رأيه كذا، وانت ازاي ما عملتش الحاجة دي، ازاي عملت ده وما عملتش ده، وكل الكلام ده، يعني خلي كل واحد في حياته. الشخص ده لو عارف يكمل حياته كان كملها وما كانش اصلا ركز معاك من البداية. وبعدين في نقطة تانية كمان، ان مش دايما الانتقاد بيكون غلط، يعني وارد جدا ان الانتقاد ده لو انت خدته بطريقة تانية، بطريقة ان انا اشوف فعلا الشخص ده بيقول لي ايه، يعني الشخص ده ممكن يكون فعلا بيقول لي حاجة او بيلفت نظري لحاجة، فممكن اخد الحاجة دي واحاول ان انا فعلا اطبقها، يعني وارد جدا تكون صح، او وارد جدا ان هو يكون عنده حق في النقطة دي، فانا اخد الحاجة دي واعملها من غير تعب اعصاب وضغط نفسي وكل الكلام ده. رابع فكرة، وهي ان الفراغ فعلا قاتل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اليوم فيه 24 ساعة، لو انت في كل الوقت ده وكل الساعات دي مفيش اي حاجة بتعملها في حياتك، طب هي الافكار والحزن والذكريات والافكار المريرة وكل الكلام الجميل ده هيلاقي فين مثلا حالة افضل من كده عشان يجيلك فيها؟ ده غير كمان الافكار الجهنمية اللي ممكن تودي في داهية، اللي ممكن تخطر على بالك في الوقت الفاضي ده كله اللي انت ما بتعملش فيه اي حاجة. لما تقسم وقتك مثلا ما بين شغلك، ما بين تعليمك، ما بين قراءتك، ما بين اسرتك ان انت تقعد معاهم وتهتم بيهم مثلا، ما بين صحابك، يعني لما تقسم وقتك كده ما بين كل الحاجات اللي موجودة في حياتك وما فيش اي حاجة ما لهاش لازمة في الحياة، كل حاجة صغيرة او كبيرة بتعملها بيكون ليها لازمة في حياتك لو هي فعلا حاجة مهمة، يعني او حتى ترفيهك عن نفسك واهتمامك بنفسك، فكل الحاجات دي مهمة. لو قسمت وقتك ما بينها مش هتلاقي اصلا وقت فراغ الا وقت قليل جدا، ممكن بقى يعني تعمل في اي حاجه انت عايزها. خامس فكره كمان مهمه جدا، ان يكون عندك وعي باحتياجاتك وبمشاعرك. مش معنى انك تدير مشاعرك وتدير وقتك وكل الكلام ده انك تعتذر كل الناس وتكون شخص بقى جميل جدا وانا مش محتاج حد في حياتي وهعيش لوحدي وكل الكلام ده. الفكره دي غلط تماما، خلي فيه توازن، يعني الشخص اللي مقدرك وعارف حدوده معاك وعارف ازاي يتعامل معاك من غير ما يكون بقى في استغلال او في علاقات فيها قرف ونكد ويعني لعبكه كده وتعقيد، خليك مثلا مع الشخص ده وتعامل معاه وقدره زي ما هو بيقدرك وكل الكلام ده، لكن ابعد عن العلاقات اللي بترهقك، اللي بتخليك تقدم مشاعر زياده، تقدم مجهود زياده، تفكير زياده، كل الكلام ده بتلاقي في النهايه ان هو بيأثر عليك بطريقه
غلط تماما او بطريقه سلبيه جدا. فابعد عن العلاقات المرهقه دي وقدر الناس اللي هي بتقدرك وعارفه حدودها معاك وعارفه ازاي تتعامل معاك من غير ما يكون في شخص مثلا بيضحي وشخص تاني بيستغل او من غير ما يكون في اي لعبكه في العلاقه ما بينكم. مهم كمان جدا ان يكون عندك تقدير قوي جدا للحاجات او للنعم اللي موجوده في حياتك في الوقت الحالي. يعني مفيش انسان حياته كده خاليه من كل حاجه حلوه، في حاجات حلوه موجوده في حياتك، فحاول انك تقدر الحاجات دي وتفكر نفسك بيها زي ما دايما بتفكر نفسك بالحاجات المؤلمه كده وتنكد على نفسك. فكر كمان نفسك بالحاجات الحلوه اللي موجوده في حياتك وخليها قدامك واحمد ربنا عليها بدل ما تبقى هي كمان ذكرى في حياتك وبرده ترجع تحزن عليها مره تانية. سادس فكره، جزأ مشاعرك. ما تجمعش كل حبك واهتمامك وعاطفتك وطموحك وكل حاجه في حياتك ووقتك وتديهم لشخص او لشيء واحد. المشكله اللي بتحصل هنا انك بتكون رافع سقف توقعاتك في السماء في الشخص ده، ويجي في النهايه مثلا او في موقف او في ظرف معين الشخص ده بيمر بيه ايا كان مثلا ايه اللي حصل، بتلاقي في النهايه انك كل الحاجات اللي انت كنت بتفكر فيها فجاه بقت ضباب قدامك. فطبعا هنا انت بتبتدي تتخبط كليا، بيبقى في عدم توازن كليا، فالدنيا هنا بتضيع منك تماما. لكن مثلا تخيل انك مقسم مشاعرك او اهتمامك ما بين اكتر من حاجه، ما بين مثلا عبادتك لربنا، ما بين صحابك، اهلك، ولادك، نفسك، اهتمامك بنفسك واهتمامك بثقافتك والحاجات اللي انت بتحبها، مقسم مشاعرك بشكل عام. فهنا لما تلاقي حاجه مثلا نقصت منهم هتلاقي ان الحياه بتكمل عادي، لان في حاجات تانية انت ما زلت مهتم بيها وما زالت الحياه مكمله، ما فيش حاجه وقفت، هي مجرد ان حاجه نقصت ممكن تتعوض او مثلا ممكن يعني تكمل الحياه بباقي الحاجات اللي موجوده في حياتك. فهنا تقسيم مشاعرك بيكون مهم جدا، انه بيخلي الحياه تكمل معاك، ما بيخليش حاجه واحده او حاجه معينه توقف حياتك. بكده نكون خلصنا موضوعنا. لو عجبكم الموضوع او عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه لو انت اول مره بتشوفنا، وطبعا تفعيل الجرس هو اللي بيخلي كل الفيديوهات توصل لكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، بألف خير.